السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة إبداعات خديجة. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم طريقة تحضير اللحم المبخر مع القليل من الخضار، ثم أيضا مجموعة من الأطباق التنوية المرافقة له. اللحم المبخر نحتاج إلى نصف كيلو من اللحم الغنمي، ونضعه في قدر مملوء بالماء مع حامضة واحدة غير مقشرة. نضع مع اللحم مجموعة من الكريات البصل والثوم، ثم نقوم برشه بالقليل من الملح والقليل من الإبزار أو الفلفل. أقوم بتغطيته ثم أتركه على النار إلى أن أحس بأن اللحم قد أصبح طريا جدا وأطفئ عليه. الآن سوف أحضر صوص الطماطم مع فلافل. سأضيف في إناء أو في كسرول مقدار ملعقتان صغيرتان من زيت المائدة، فلفلتين أو قطعتان من الفلفل مقطع مربعات صغيرة، أضيف 4 قطع طماطم مقطعة مربعات صغيرة، أضع القليل من الملح والقليل من الإبزار، ثم أضعه فوق نار مهيلة جدا حتى تطيب لنا الطماطم مع الفلافل. عندما تطهى جيدا الطماطم مع الفلفل، نقوم بإضافة القليل من الربيع وزيت الزيتون. الآن قمت بتقطيع البطاطس على هذا الشكل. سأقوم بغسلها بالماء لإزالة النشا الموجود فوقها، ثم أضيف فلفل أحمر والقليل من الملح وملعقة كبيرة من زيت المائدة. بعد ما قمت بتصفيتها سأضيفها في هذا الإناء، أضيف له ملعقة من الفلفل أو الفلفل الأحمر أو البابريكا، أضيف نصف ملعقة، أضيف ملعقة ملح، أضيف أيضا ملعقتين صغيرتين من زيت المائدة، واحد، اثنان، أخلط المكونات هكذا. كندخل البطاطس إلى الثلاجة مدة 10 دقائق تقريبا لكي تتشرب جيدا الفلفل الأحمر مع الملح، ثم أقوم بإخراجها ووضعها على لاطة مدهونة بزيت المائدة وأدخلها إلى الفرن فوق لكي تطهى جيدا، ثم من أسفل وأخرجها. بالنسبة للخيار فأنا كنقشر على هذا الشكل، كنخلي قليل من القشور بهذه الآلة هذه. كنكمل تقشير الخيار على هذا الشكل. بالنسبة للسفرجل فأنا قمت بتقطيع كل قطع. سأضيف الآن ملعقة صغيرة من القرفة، ثم ملعقتان كبيرتان من سكر السريدة، وأحركه قليلا إلى أن يتعس. أما باش نسلق الرز فأنا كناخد كأس عنب من الرز، وكنضيف ليه 4 كؤوس عنبة من الماء، وأضعه فوق النار حتى يغلى جيدا، ثم أطفئه عليه وأصفيه من الماء. كناخدو قليل من الزبيب، قليل من المشماش مقطع قطع صغيرة، وكنضيفوه في هذا الكأس. بسم الله. الرز ديالنا بعد ما طاب قمت بتصفيته من الماء، غنضيف ليه قليل من الزبدة، 3 ملاعق كبيرة
من السكر، حبيبات، ملعقة صغيرة من القرفة، وزبيب والمشمش اللي قطعته وقمت بتقطيعه في الماء. سأقوم بتقليه الكل ودعه قليلا لمدة 5 دقائق، ثم أطفئ النار عليه. بالنسبة للخضر المرافقة لطبق اللحم المبخر، فأنا غنحتاج البربر أو الشمندر مسلوق في الماء، أيضا الجزر شرائح طويلة مسلوق في الماء، والقليل من اللوبيا الخضراء أيضا مسلوقة في الماء. نرش عليه القليل من الربيع، القليل من الإبزار، الملح، وأيضا الزبدة، وقليل من زيت العود، ثم أضعه في الفرن كي يتحمر جيدا. واخيرا في اناء التقديم كنقوم بوضع اوراق الخس الخضراء على هذا الشكل، ثم كنضيف لها الخيار الذي قمنا بتقشيره وتقطيعه دوائر، نضعه اسفل اوراق الخس لكي يعطينا منظر جميل، ثم نقوم باخراج الخضر من الفران ونقوم بوضعها على هذا الشكل بالترتيب، جزر، بربة، ثم اللوبيا الخضراء. بعد ما طاب اللحم ديالنا وتفور مزيان، كنقوم بوضعه ايضا مع الخضار في الطبق، وايضا لا ننسى اضافه البصل الذي قمنا بتبخيره معه. فوالا بنات، اللحم المبخر كيجي على هذه الطريقه. قمت بوضع القليل من الخضار الجانبه، ايضا ارفقته ببعض الاطباق التناويه، سفرجه المعسل، أرز معسل، أيضا بطاطس مقلية، باذنجان مقلي، وصوص الطماطم. أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا بالضغط على زر لايك، وأيضا إذا كنتم لأول مرة تزورون هذه القناة اشتركوا معي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع الضغط على الجرس الموجود جانبه ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء وإلى